السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم البنات كنحضر معكم هذه الوصفه، كتليق الوجه الحب الشباب. البنات اللي عندها حب الشباب مزيان ليها هذه الوصفه، جميله بزاف الحب الشباب. كنتمنى تتابعوني للاخير وتتابعوا هذه الوصفه. نبدا على بركه الله. شفتوا البنات عندي هنايا خرقوم، خرقوم بلدي. كتشوفوا البنات عندي الخرقوم بلدي، جدو عواد وطحنتو قديتو في الدار. احسن البنات تجيبو تسووه في البيت ديالكم. عندي هنا ياغوت طبيعي، هو زبادي، عندي الحامض. نبداو على بركة الله البنات، ناخذ ديت ياغوت ديالي، هما ناخذ خرقوم. البنات زوينه زوينه الحبيب الشباب. البنات واحد الاضافه قبل ما تستعملوا هذه الوصفه، كنتمنى قبل ما تستعملوا الوصفه تغسلوا وجهكم مزيان 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 بالصابون والماء الدافئ. البنات غسلوا الماء الوجه ديالكم بالماء الدافئ باش تحلوا المسامات، باش تعطينا نتيجه ومفعول هذه الوصفه ديالنا. اللي عندها حساسيه من الحامض تستعمل التين، اللي عندها حساسيه من الحامض تستعمل التين. غنديروا قطرات منه، خلاص يكفيني هذا الشيء. كما كتشوفوا نحط الكريم ديالنا هكا، كيرجع لنا على هذا الشكل. البنات كنت نستعملوا هذه الوصفه، راه زوينه لحب الشباب. وكنت ومنين تديروا على الوجه ديالكم تخلوا حتى ينشف مزيان، ينشف على البشره. من ينشف تغسلوه بماء دافئ، تغسلوه بماء دافئ. زوينه البنات مزيان لحب الشباب. والبنات هو الا درتيه على حسب البشره، كاين اللي غتنشف ليه البشره ديالو. البنت اللي صوبات ونشفت لها البشره ديالها تستعمل اي كريم عندها، اي كريم كتستعمل في البيت ديالها تقدر تستعمله ملي تغسل وجهها وتنشفو. تستعمل الكريم ديالها اللي كدير يومي، ملي ما عندهاش كريم تعمل زيت بلديه، دير معاه دير زيت بلديه. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالي، واللي عجبها الفيديو تخلي لي تعليق ودير لي واحد البصيمه. وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف، وبسلامه عليكم. كنتمنى لكم التوفيق في الحياه ديالكم.